رأيك ايه الاول او انت قاعد قدام كريم عبد العزيز؟ يعني هو طبعا فكره انه يقوم يشجعك دي حاجه عظيمه، بس انت فجاه لقيت نفسك قاعد قدامه هتبدا تمثل، خفت؟ كنت بحاول اخلي الشخصيه هي اللي خايفه، يعني فاهم قصدي؟ طبعا في رهبه، فحاولت استغلها جوه ان سيف فعليا قدام تحقيق وهيروح في داهيه، فحاولت استغل دوت في الشخصية. حولت خوفك لأن الشخصية هي اللي خايفة، هي اللي مرعوبة، ما يعرفش مصيره إيه اللي هيحصل. طبعا هو بيسمع عن جماعة الإخوان أمن الدولة، فهو خلاص رايح ورا الشمس، فاستغليت دوت في خوف سيف. لما قعدت بقى مع نيلي كريم أو وقفت قدام نيلي كريم، كان شعورك إيه؟ كان أول مشهد يجمعني ما بينها كان مشهد الكافيه، وخلص اليوم ولسه قدامي مشهد تاني بعد ما هي تخلص المشهد ده، فما اتكلمناش اليوم ده كتير يعني، غير بس في المشهد اللي بيحصل. تاني يوم فانا كنت بصور، راحت جايالي قالت لي على فكره شافوا المشهد في اوضه المونتاج وعجبهم جدا، راحت اخداني من ايدي قدام استاذ عمرو الدالي واستاذ جمال عدل، فعشان يقولوا لي قدامي ان انا المشهد حلو جدا وهم معجبين بالمشهد.